ارجع تاني بقى يا عم، خلاص ماشي. وادي يا ابي حرايا، يوم انا بيك ويوم ميه. روح يابا انا هشيل لك جيرك اللي حد البيت. يبقى خليهم اتنين علشان خاطر استحمى. يابا دي ميه شرب نظيفه، استحمى بميه الحنفيه. عايز استحمى بميه مجاري مش كفايه من الشباب انا 16؟ ما كل الحاره بتعمل كده يابا. هو انت تسرق مش نافع، تتوب انت مش نافع. ايه لسانك طويل على طول؟ خلاص روح يابا انا هجيب لك ثلاث جراكن. هي انت خايفه تختفي. بقول لك ايه؟ ايه؟ في ثلاث جراكن بعتهم لابويا البيت. الثلاثة دول عندك يا معلم. يا عم اكتبهم خسائر وخلاص. السلة ساعة كلام. اسمه ايه ده الواد اللي كان معاك؟ علي سعيد احمد يا باشا. اسمه ايه؟ علي سعيد احمد يا باشا. طب ما انت حافظ اهو، امال بتستقبل ليه؟ ازيك يا ابو صلاح؟ ايه يا يوسف؟ ازيك يا عم محبوب؟ انت فين يا ابني؟ في المحكمة. ايه الاخبار؟ البنت منى خدت سنة. سنة؟ حمارة، خدت سنة عشان نص فرش حشيش مقطع. ده مطعم شكله غالي قوي، بس شيك قوي. واحنا هناكل بشياكته؟ الله، ما تيجي نشوف لنا مطعم تاني يا حبيبتي. عطيه علشان خاطري، المكان ده حلو قوي ومش غالي. يعني ايه بكام يعني تقريبا كده؟ يا هيخش له في 400 500 جنيه بالكتير. ده غير السلطات وغير الحاجات الساقعه. يا حبيبتي تعالي نشوف لنا مطعم تاني عشان خاطري. يا عطيه انا ليا ذكريات حلوه قوي هنا. ذكريات ايه بس يا حبيبتي اللي اتغرمنا المبلغ ده كله؟ الله، انت بتغير عليا يا عطعطي. طبعا يا حبيبتي بغير عليكي، وانا مستعد كمان اخد لك 50 سنة بالموبايل بتاعي وتعلقين في اوضتك زي ما انت عايزه. اخسى عليك، اخسى عليك بجد يا عطيه. مستخسر في انك تعزمني على الغدا في المكان ده؟ لا يا حبيبتي مش مستخسر فيك ولا حاجه. خلاص يا حبيبتي اتفضلي، اتفضلي يا حبيبتي نعيش مع ذكرياتك شوي. هنعمل ايه حبيبي يا عطعطي؟ حطيت لك الغيرات في الشنطه. على ايه بس؟ دوا كلها اسبوع يا اخويا. تروح وترجع بالف سلامه. مش عايزه حاجه وانا راجع بيت. وعاوز ايه؟ هما شويه المش والجبنه البيضه وخمسة كيلو زبده وما تنساش العيش الشمس. ولو لقيت ملوحه هات، ما لقيتش ملوحه ابقى هات في سيخ. خلاص خلاص يا صاحبتي خلاص. هو انا هشيل ايه ولا ايه يا بنت؟ انا لسه ما قلتلكش على البلد. لا ما تقوليش يا اختي. يلا سلام. البنت نادية كانت عايزه حلم بخاطرها اجيب لها زي بعض ولو انها ما تستاهلش. بقول لك ايه، ما تجيب لنا كمان شويه حلوه، خلينا نطبخ شعرك. لا يا اختي انت حلوه كده من غير حاجه. يلا سعيد، اشوفك بخير. سعيد روح وترجع بقى. خلي بالك يا بنت. يلا سلام. الرب رهيب. رأيك بقى في الأكل؟ في الحقيقة أكل حلو قوي. آه بس ربنا يستر ويجيب الحوائب سليمة ويكمل اليوم لآخر النهار على خير. هو تقريبا يعني تعمل كام الأكلة دي؟ مش معقول يا عطية، لازم نستمتع بالحياة مش كده؟ والله يا نهوتي أنا ما عندي حاجة، يعني أنا كل اللي أنا خايف عليه يعني الواد تامر، يعني مش عايزه يجي لك زخانة. مش فاهمك، منين بتدخله كلية الصيدلة ومنين بتبعده عنها؟ أصل الأجزخانة في حارة وما بتكسبش، وأهل الحارة ناس وحشين قوي. أهو بيتعلم ولغاية لما ربنا يفتحها في وشك وتبقى تفتح له صيدلية في حتة أحسن. قام الحق
مش شايف الحبوب اللي انت بتاخدها؟ قال لي ما انا عارفه. طب وهو ماله؟ ايه اللي مضايقه قوي كده؟ وهي فيها ايه الحبوب دي؟ يا ريس هات لنا الشيك، خلينا نقوم نمشي. انا هدى يا حبيبتي، الحبوب دي زي عملية حبوب منع الحمل بتاعتكم، بس دي حبوب تعجيل الحمل بتاعتنا احنا بقى. والواد تامر ده واد موسوس، هو خايف يعني لحسن احنا نخلف ونجيب له اخ يشاركه في الميراث ويدخله الجيش. كام؟ مش وحش، 60 جنيه. لا يا فندم، 600 جنيه. ده في صفر اهو. ايوه في صفر اهو يا عطيه. اه عميت انا، لا مؤاخذه معلش يا حبيبي، 600 صح. بتعالى لي بعد شوي. بقول لك ايه، ما تجيبنيش هنا تاني مره، فاهمه ازاي؟ وكل واحد بقى يروح ياكل حسب ذكرياته. خلاص احسن. يا ساتر يا رب، عيش هتقرف زي ما تكون كل يوم بتجيبني في مكان زي ده. اوف دلوقتي بقت عيشه تقرف. ايوه ما كانت من 5 دقايق بس عش الذكريات. ساتر يا رب. بالراحة جاهز. ماشي. بس 2000 جنيه كتير قوي يا جابر. بس انا جايب لك احسن حاجة في السوق. اصبر عليا كده اما اجمع لك الجهاز وتشوف سرعته هتدعي لي. ماشي. بقول لك ايه؟ لو قابلت ابويا على الطريق قول له ان احنا جبناه قسط، لا يولع فينا. لا ما تقلقش، ودول قسط المريح كمان. ماشي يلا. وش وش. ابويا نايم. يا وش يا وش. ها؟ اوكي. تعال حط فين؟ حط كده؟ ايوه بالراحة على الجهاز. بالراحة ايوه. بس كده بقى جنب الفيشه والتليفون. يلا بسم الله. تمام بقى انا اهو كده يا فريند، اجي لك بكره واجمع لك الجهاز كله. بكره ده ايه؟ احنا مش ناقصنا حاجه. ما انا تعبان من كتر اللف طول النهار، خليها بكره. لا يا جابر كده نزعل. بص يا جابر انا محتاج النت ده ضروري. بص الوسط عبد الله طالب مني وصله بقاله شويه ايام، وانا بصراحه كده موعده. ماشي يا جابر هستناك بكره. ماشي. يا كريم. روق. يا بابا انت صحيت؟ ازيك يا عم مبارك؟ اهلا يا جابر. ايه خير؟ في ايه؟ لا احنا جايبين حته جهاز كده بالتقسيط لكريم يعني، فهمتني؟ انما في الجول. جهاز ايه ده؟ طب يا جابر هستناك بكره. ها سلام بكره. سلام يا فول. جهاز ايه ده؟ انا ابدا ابدا، جهاز كمبيوتر كده عشان الم الواد عادل من الشارع. تلم الواد عادل ولا تلم نفسك انت؟ وبكام الجهاز ان شاء الله؟ بالقسط المريح 10 جنيه في الشهر. اه وتقدمته كام؟ 400 جنيه. ها 400 جنيه؟ ازاي ما ده كلام؟ تدفع 400 جنيه من شغلنا علشان تقعد تلعب على الزفت ده؟ يابا مش لعب. امال ايه؟ ياكش هياكلنا ولا يشربنا الكمبيوتر ده؟ يابا انت مش فاهم حاجة. ومش عايز افهم. ال 400 جنيه دول هتخصم من قبضك وتقعد تحاسبني. ماشي يابا نتحاسب. 400 جنيه؟ احنا مش كنا اولى بال 400 جنيه دول في شغلنا؟ انت خيبة في هبلك. روح اعمل لي كوباية شاي ادفعها. حاضر يابا. كمبيوتر. ايه ده؟